أسعد الله أوقاتكم متابعات شبتي. مرحبا بكم معنا اليوم في هذا البث المباشر من مدينة البوينتيرا. مرحبا بكل من التحق بنا، مرحبا به في هذا البث المباشر. إذا مرحبا بكل، مرحبا بنسيم عبد الحميد، كذلك زينب، كل من التحق بنا مرحبا به في هذا البث المباشر. شوفوا العنوان كيفاش، نتمنى انكم تعطونا اجابه على هذا العنوان. عليكم السلام على الملكة. زكريا كيقول يا منيتك. عليكم السلام، ندخلوا لتحق بينا. ميلود كيقول لنا الحب زوين وكل هو سلبي و هذا نعم. كيقول لنا السي ميلود كيقول لنا ان الحب زوين ولكن وهو كل لا زوين وكله سلبي. مش هذه التعليق. سي عبد اللطيف كيقول لنا اشمل حب كاين في الشتاء. جورج بزاف ديال العيد. اذا كيف ما تبعتو معنا، شنو رايكم في الموضوع ديال اليوم، ونحاولوا ان نناقشوه كاملين في هاد الليله من مدينه القنيطره ان شاء الله. انتم عارفين 14 فبراير هو عيد الحب، وشفنا لكم ان الحب كاين ولا ما كاينش. اول حاجه بغينا نعرفوها بعدا، ولا غير مصلحه ولا مبني على المصالح. سخيت كيقول لنا الحب صعيب. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سي ابراهيم كل من تحق بنا مرحبا به معنا في هذا البث المباشر. نازل البرد بزاف. اهلا سي البراوش، مرحبا بك معنا في هذا البث المباشر. ونتمنى الناس المتابعين ديالنا كذلك نزار او نزهاء عفوا. فعلا اختي نزهة، فعلا بيان سور ضروري. سي عبد الحميد مفهمتش. سي عبد الحميد الا سمحتي عاود ليك الكتابة ديالك الا سمحتي. كاين عبد الغني كيقول لنا الحب صعيب. نازلة معروفة بالبرد، نازلة معروفة بالبرد، نازلة معروفة بالبرد. دي الدنيا خاوية اخويا، الدنيا خاوية. اه اخويا سفيان الدنيا خاوية. نورمال لان اليوم الحد وراكم عارفين كل شيء. دابا غادي ان شاء الله غدا يلتحق بالمدرسة، وغدا بداية الاسبوع ضروري كتكون الدنيا خاوية. انا في هاد الوقيتة سقف هاد الوقيتة هادي. واخا بغيت نعرف شنو التغيير ما بين اليوم والامس في الحب، شنو اللي تغير ملي كنقول اليوم والامس او امس واليوم؟ فهناك فرق كبير بين الناس اللي كانوا شحال هادي وديال دابا. فكنظن شنو التغيير في نظركم؟
الله لا إله. شوف أنا ما كنتش كنشوف تعليقات كنهضر لأن كنت قاطع. الحب أصبح أصبح الحب بالمصلحة فعلا موضوع سفرة. هذا في نظرك أستاذ يوسف مرحبا، لأن بغينا نعرفوا حوايج كثيرة من عندكم من عند المتابعين الأفاضل، بغينا نعرفوها ونعرفوا كيفاش كيف التفكير سبب الحبس معكم حسنا. فابون حسنا ما فهمتش السي حسن، قال لي السي حسن سببت في الحبس. فابور معكم حسن، ما عرف شنو السبب السي حسن. واخ لا تكوبا معك ولا طاقة مادية، دونك كاين اللي كيقول لنا ولا طاقة مادية، كاين اللي كيقول ولا مصلحة. كل واحد شنو كيبان له الحب كي داير فعلا، كل واحد والنظر ديالو في هاد المسألة ديال الحب، لأن الحب شحال هادي كان إخلاص. اليوم صباح فيه مجموعة د الحوايج، فيه مصلحة، فيه واش عندك فلوس واش ما عندكش، فيه بزاف د الحوايج وبزاف ديال القراءات. فاحنا اليوم ان شاء الله غدا او هذه الساعه الى 11:30 اي بعد قليل ان شاء الله يكون 13 فبراير، و 13 فبراير معروف بعيد الحب. كل عام وانتم بالف خير والصحه والسلامه، كل ما كنتمناو ان شاء الله يربي حقكم. مرحبا سي عبد العزيز، شي كاس يقولنا عبد العزيز مرحبا. مرحبا خويا مرحبا، تحيه لك السي عبد العزيز. سلام خويا، معكم ادريس من سبته. من سبته مرحبا بك السي ادريس من سبته، مرحبا. واش مرحبا واش كنقول خنيفه بغينا نديرو شي جاود. ما فهمتش عفوا، ما فهمتش كش مزيان السي جاود، ممكن تشرح لنا؟ الله يخليك. كاين حب الله والوالدين اكيد طبعا. برافو عليك نزهر، برافو برافو عليك اختي نزهر مصلحة فعلا. اختي نزهر نتفق معك، جاوبني. ما فهمتش السي حسن، فاش نجاوبك اختي حسن المغربي مرحبا بك. خاصو يكون خاصي خالد كيقول لنا الحب ديال بصح خاصو يكون من طرفين جوج. فعلا نتفق معك السي خالد، انا معاك في هذا الراي، كنت شاطرك في هذا الراي ولا الراي ديالي الشخصي انا معاك فيه. نحييك السي خالد، خاصو يكون من طرفين. ايوب واش انت في قنيطرة؟ في قنيطرة نعم اخويا ايوب، انا في قنيطرة اخويا ايوب دابا. قاعدة الحب وغير وادي القاعدة الثانية، ولكن جاء شكرا لك عبد الرحمن، شكرا لك على النصيحة، شكرا لك. كذلك معنا هذا الزمان طلع مادة عندك شيء موجود فعلا. خي السيد متفق معك في هذا، وانا كنشاطرك في هذا الرأي ديالك. كذلك عندنا معنا واخا
تنشوفو من بعد. كنلاحظو ان مكاينش هداك الضو اللي كان موالف كيكون في هدا في لاكار. واخا خويا خطيطة الحمد لله ما وقع حتى شي حاجة خير. أيوب الحمد لله كلشي بخير والحمد لله الأمور مزيانة. وغدا بداية أسبوع موفقة للجميع إن شاء الله، الله يدخل علينا بالصحة والسلامة. وأيضا غدا كاين حتى التلاميذ يدخلوا المدرسة، فبداية الأسبوع إن شاء الله اليوم صومة موفقة. وغدا 14 فبراير اللي معروف عند الجميع اللي هو عيد الحب، وكل عام وانتم ألف خير، وإن شاء الله ربي يسهل لكم في هذا العيد السعيد للجميع إن شاء الله. وأنا من هنا كنقول لكم تبارك الله عليكم، وشكرا على المشاركة ديالكم. فقط كنا بغيت نعرف الآراء ديالكم وكيفاش غادا الأمور، فتبارك الله عليكم جاوبتيو كيف ما كنت كنفكر. تحية لكم كامل من أول متابع إلى آخر متابع، شي من تبارك الله كاملة، كنقول لكم تحية لكم كاملة. السي حسن المغربي ما فهمتش أخويا، كنعاود نقول لك أنا ندخل عندك الخاص دابا ونهضر معك السي حسن المغربي، لأن ما فهمتش الموضوع. إذا سمحتي ممكن تدخل عندي، أنا غندخل عندي دابا الخاص وغادي نهضر معك السي حسن. خوتي ناس كبيرة، ناس قصرت مهدية، مرحبا الناس ديال قصرت مهدية، مرحبا ألف مرحبا. واخا أنا غادي لا تسمح لي نسكني سي بون. مسح دابا حسن المغربي، مسح كونفيرساسيون صافا سكنيتها، امسحها هاي الكونفيرساسيون الخا، امسحها امسحها من عندي هنا. إذن ليلة سعيدة ومبقي إلا نقول لكم شكرا على المتابعة، تصبحوا على ألف خير وإلى اللقاء.